وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أستاذ عبد الرحمن، حدثني عن جهود التحالف في إيصال المساعدات لأهالي قطاع غزة، وكيف تتعاملون مع الممرات الإنسانية وكيفية الدخول إلى القطاع؟ وبكل السادة المشاهدين، هي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومع بداية الأحداث وبمجرد توجيهات السيد الرئيس بأهمية التحرك الشعبي لدعم أهالينا في قطاع غزة، استجاب التحالف بشكل سريع، شكل غرفة عمليات، تحرك بشكل مدروس ومخطط بعناية، بدأ بأولى مراحله لدعم أهالينا في قطاع غزة من خلال التحرك على مستوى المحافظات بإطلاق حملات للتبرع بالدم، بإطلاق حملات للدعم، ومن ثم تحركت أولى قوافل التحالف، وكانت قافلة ممتدة قوامها 106 شاحنة. الحقيقة احتوت على يعني تشكيلة متنوعة من المساعدات، كانت في وقتها هي الاحتياجات الأهم. شغل التحالف بتكتيك وبآليات مرنة تراعي التغير في ظروف وأحوال أهالينا داخل قطاع غزة، وبناء على المعطيات اللي كانت بتجد كل يوم بعد انقطاع الكهرباء والغاز ونزوح أعداد كبيرة من المواطنين داخل القطاع لمدارس الأونروا والملاجئ وغيرها، التحالف غير من استراتيجية عمله واتنقل من مرحلة القوافل الممتدة لمرحلة الجسر البري المتواصل، ومن ثم غير كمان في نوعية المواد الغذائية عشان تناسب احتياجات الأهالي الفعلية وتناسب الظروف المعيشية اللي بيعيشها المستفيدين، واستبدل المواد التقليدية بمواد معلبات يسهل تناولها مباشرة، كمان حتى أولوية لقوائم الأدوية اللي كان محتاجها القطاع، واشتغل على تلبية الاحتياجات من أدوية المضادات الحيوية والجروح ومستلزمات غرف العمليات والكسور وغيرها. هل من أرقام تتوفر أستاذ عصام حول حجم المساعدات التي دخلت فعليا حتى اللحظة إلى أهالي القطاع؟ الحقيقة أكثر من 7000 طن مواد غذائية دخلت بشكل فعلي لقطاع غزة، وزي ما قلت لحضرتك تنوعت ما بين مواد غذائية وما بين مواد طبية وبطاطين وملابس. كمان الحقيقة مصر يعني الدولة التي أبدا يعني لا تتوانى عن دعم أشقائها، فتحت أجواءها بقرار سيادي لاستقبال المساعدات من كل دول العالم وتوصيلها لأهالينا داخل قطاع غزة، وإن كان الدعم والمساعدات اللي خرجت من مصر ومن الشعب المصري كان لها نصيب الأكبر، حتى أنه بالأرقام ما قدمه الشعب المصري وما زال يقدمه من دعم لأهالينا في قطاع غزة يوازي أو يساوي 70% من حجم ما قدم من مساعدات من كل دول العالم حتى الآن. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.